أهلا أستاذ شادي، مساء الخير عليكم جميعا. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. أولا إذا كان الصوت ممتاز يمكن تعملوا لي إشارة واحد لو سمحتوا. الصوت صوتي مسموع يا جماعة؟ اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. طبعا موضوعنا اليوم هو العنوان، موضوع جميل وإن شاء الله كلنا نستفيد منه. عنواننا اليوم هو التحليل المالي، الأداة الأكثر قوة في أسواق المال. طبعا سبب استخدامي لهذا الاسم هو لأنه التحليل المالي فعليا، إذا كنت قادر أنك تحصل على تحليل مالي فلا بد أن لا تفرط لك. تمام، التحليل المالي هو من أقوى الأدوات وهو الأصل، تمام، وهو الأداة التي يجب أن لا يتركها أي محلل منها، وكمان هو لابد أن يكون دائما سلاح أي شخص. تمام، ومش شرط أنك تكون محلل مالي أو متخصص أو أي شيء. طبعا أنا مش صاحب التخصص العملاق في الجانب المالي، أنا طالب زيكم، ولكني يعني محظوظ إني أطبق، يعني أستخدم التحليل المالي بشكل كثير. لهذا السبب لابد أن نتشارك مع بعض وجهات النظر، ونطرح معكم الأشياء المهمة التي تتعلق بالتحليل المالي. طبعا التحليل المالي في له أسماء كثيرة، مدارس، في تفاصيل كثيرة متعلقة فيه، تمام، ولكن ما يهمنا احنا في مجالنا هنا أن التحليل المالي هو تحليل خاص بالقوائم المالية. يعني أنت تقوم بتحليل القوائم المالية لشركات معينة مدرجة في أسواق في البورصة إذا كنا في مجال الاستثمار، وتحليلها نقوم بناء على ذلك، تمام، يعني تستنتج مجموعة من الاستنتاجات، تمام، وسواء احنا درسنا التحليل المالي ام لم ندرسه، تمام، فمن المهم بالنسبة لنا كلنا ان نفهم شيء واحد، انه عنواني اليوم هو متخصص في الاستثمار. يعني التحليل المالي اللي حنستخدمه هنا هو لغرض الاستثمار، استثمار قصير اجل او طويل اجل. احنا تكلمنا عن هذا الموضوع عدة مرات، ويمكن تلاقوا فيديوهات موجودة في صفحة نادي خبراء المال على اليوتيوب تتعلق بهذا الموضوع، ولكن اليوم أنا يهمني نستعرض كيف ممكن أن أستخدم التحليل المالي في استعراض أداء شركة معينة، وكيف حنستنتج مع بعض مجموعة من الأشياء المتعلقة بالشركة. تمام، دقيقة بس أطلع شيء، الصوت يقطع يا جماعة، إذا كان الصوت يقطع اعملوا لي، الصوت ما يقطعش، مش عارف، عندي الإشارة ممتازة، الإشارة ممتازة، ميكروفون جديد كمان. طيب طبعا خلال دراستي، يعني الصوت خفيف ارفعه ولا يهمك، ارفع صوت الميكروفون، ارفع صوت السماعة عشان تسمع الصوت اقوى، واقدر اقربه كذا، خلاص كذا اكثر من كذا ما فيش، وصوتي اوريدي انا عالي، صوتي عالي جدا انا، تمام. طيب يا جماعة، خلينا بس ناخذ بعض المصطلحات للاخوة اللي ما يعرفوش الكثير من المعلومات عن التحليل المالي. التحليل المالي هو علم وفن مثله مثل التحليل الفني، هو علم دراسة القوائم، يعني هو دراسة القوائم المالية، تمام، لغرض التنبؤ بأبعادها المستقبلية. طبعا التحليل المالي له عدة أشكال، له عدة أوجه، وله مستفيدين مختلفين منه،
ولكننا اليوم حنستنبط مكان واحد فقط، هو بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمستثمر، الشخص اللي حيستثمر، الشخص اللي عاوز يروح يشتري سهم عشان تحصل على أرباح وتوزيعات أرباح من هذا السهم، تمام؟ فأنت لابد أنك تحلل الشركة وتشوف هل هذه الشركة ستعطيني أرباح أو لا. طبعا هنا لك عدة أغراض ودرسناها ودرستها وكل إحنا نعرفها، لأغراض الاستثمار، الغرض الغرض الغرض، ولكن اللي يهمنا هنا إني أعرض لك، يعني أعرض لكم إنه غرض تحقيق الربح. فكل ما سأقوم به الآن هو إني سأستعرض شركة معينة ونحاول جميعنا نحللها مع بعض ونجمع أفكار، تمام؟ الفكرة حتكون بسيطة إن شاء الله، كل ما هعمله إني هعمل مشاركة للشاشة وأدخل من عندي ونحلل إن شاء الله سهم ونختار السهم كله إحنا مع بعض. بس أولا خلينا نرشح، أي سهم ترشحوه لي يا جماعة؟ اختاروا السهم يا جماعة. طبعا الشاشة واضحة أمامكم، الشاشة واضحة يا جماعة. تمام. طيب أنا قد حللت مسبقا بنك معين لغرض دراسي، كنت أثناء دراستي في الجامعة، بس ممكن أتعرض له، يمكن أتعرض له عدة أشياء، بس خلينا نختار سهم. اختاروا سهم معين أمريكي. لحظة، مش عاوزين تختاروا، خليني أوري لكم كيف حنختار مع بعض. شوفوا الآن معايا هذا المربع، طبعا الموقع هذا اسمه finviz.com، هو اللي حنستخدمه للحصول على المعلومات المالية، وهو المصدر اللي حنستخدمه بكثير من عملنا. يعني أنا عملي اليوم حيكون تطبيقي، كل ما هعمله إني حدخل معاكم ونحلل سهم معين من يعني بكل الأعماق اللي ممكن إحنا نوصل لها، تمام؟ ادخل الموقع. معنا هذا اللي أمامنا هنا اسمه هيت ماب، حضغط عليه. الهيت ماب هذا يعرض لي الأسهم الأمريكية بقطاعاتها المختلفة، تمام؟ اللي هي مدرجة ضمن ستاندرد بورز. ممكن اختار عالمية، ممكن اختار اجمالي، بس انا اختار ستاندرد بورز عشان اقوم بالتحليل المالي، تمام؟ طبعا للمتداولين في السوق الاماراتي والسوق السعودي والسوق الكويتي والسوق البحريني والمصري وخلافه، تمام؟ حنستخدم مع بعض شيت اكسل، وان شاء الله حشاركه معاكم، شيء انا عملته اثناء دراستي ايضا، مش اشياء صعب، تمام؟ حنستخدم هذا الشيت عشان ايش؟ يقوم بعمل التحليلات اللي حنشوفها في الفينفز، ان شاء الله حشاركها معاكم لاحقا، تمام؟ طيب طبعا في هذا المخطط احنا حنشوف مجموعة شركات، وحنختار على اي اساس حنقوم بايش؟ باختيار الاسهم. طبعا بالنسبة للمخطط اللي امامنا هنلاحظ كله احمر، هذا يعتمد على ايش؟ one day performance، تمام؟ اداء يوم واحد. طبعا ممكن ان احنا نختار عدة اشياء، تمام؟ ممكن نختار اداء يوم واحد، ممكن نختار اداء اسبوع، شوفوا. لاحظوا انه خلال الاسبوع الكثير من الاسهم كانت رابحة في السوق الامريكي، تمام؟ معانا اداء شهر كامل، خلال الشهر هذا بالكامل من منهم كان رابح، من منهم كان ايش؟ خاسر. معانا خلال 3 اشهر او خلال ربع سنة يمكن نشوف مجموعة اسهم، واحد من الشركات اللي ربحت جيدا خلال هذا الشهر مثلا اللي هي AT&T، شركة الاتصالات الامريكية، شركة فيرايزون من الشركات الرابحة، معانا سيسكو، كمبيوتر ساينس كوربوريشن، معانا هنا سي اي، معانا تي جي ار، معانا اهم شيء مجموعة شركات، وول مارت اللي هو السوق الامريكي، مجموعة محلات خاصة بالخدمات، الخ الخ، تمام؟ مطاعم،
يعني الى ما لا نهايه، تمام؟ مجموعه شركات واحنا حنختار منهم، تمام؟ بس هذا بالنسبه للاداء. فهمنا الان ايش اللي بنشوفه امامنا؟ في شيء مش واضح بالمخطط هذا؟ واضح المخطط يا جماعة؟ الهيت ماب يا جماعة. واضح، تمام. طيب هذا بالنسبة للأداء، حنروح نشوف إيش بعدين. year to date performance، طبعا year to date performance هو أداء اليوم مقارنة بنفس اليوم في مثل هذا اليوم من السنة السابقة. تمام. الآن هذا يعني فكرته بسيطة، إنه يقول لي في مثل هذا اليوم من السنة السابقة كيف كانت الأسهم، تمام؟ مثلا معنا شركة تي في نفس هذا اليوم من السنة السابقة كان رابح، جوجل في نفس هذا اليوم من السنة السابقة كان خاسر، بنك أوف أمريكا في نفس هذا اليوم من السنة السابقة كان إيش؟ خاسر. بنك أوف أمريكا تتذكروا في نفس هذا اليوم ايش كان 2015، بنك اوف امريكا خسر كثير جدا، معروف السبب مشكلة الديون الموازنة العامة الولايات المتحدة ما يقرش عليها مجلس الشيوخ، الخ الخ الخ. الصوت يا جماعة، الصوت واضح؟ الاخوة اللي معاهم الصوت يقطع، حاولوا تتأكدوا من قربكم من المودم، من جودة الاتصال لديكم، اغلقوا اي صفحات اخرى، اغلقوا الواتساب ولا التليجرام بينما بس نتكلم اليوم، اوكي؟ طيب معنا ايضا relative volume اللي هو الفوليوم يعني مقارنة بايش؟ بالفترة السابقة. شوفوا كل ما كان اكثر انفتاحا كل ما كان relative volume، تمام؟ مثلا معنا ويسترن ديجيتال في احجام تداول غير طبيعيه، لو انا اضغط عليه ويسترن ديجيتال ونروح نحلله حنشوف انه ايش فعلا انه فيه مشكله. جي بي مورجان اللي هو انا ححلله معاكم اليوم فيه فوليوم عالي اليوم، تمام؟ معنا ايضا هذه الشركه اس جي ام، ذا اس جي ام سماكلر كومبي، معنا اي سي ام، معنا اتش دي هوم ديبوت اللي هي محلات تجزئة، عدة شركات، تمام؟ كل هذه الشركات فيها فوليوم غير طبيعي، تمام؟ بالنسبة للمتوسط العام، يعني عادة مثلا معك في جوجل مليون أو مليار دولار حجم تداول. اليوم مثلا إذا كان مرتفع حيكون لونه أزرق فاتح، حيكون ارتفع عن المستوى الطبيعي، يعني اليوم هو مليون و300 ويتم استخدامه بالنسبة للمحلل بأشكال مختلفة، تمام؟ الفوليوم هو مش مهم لنا الآن في التحليل المالي، ولكن معنا أدوات كثيرة ما حنستخدمها. مثلا الـ PE اللي هو الـ Price مقارنة بالـ Earnings أو السعر مقارنة بالعائد، تمام؟ هذا المخطط يوريك أيهم يعني السعر مقارنة بالعائدات يعني مجزي وأيهم غير مجزي، تمام؟ ومن المهم من نعرف هذه المعلومة عشان إيش؟ عشان نختار عملية اختيار الأسهم. بكل الأحوال فرضنا جي بي مورجان، أنا هختار جي بي مورجان لأسباب مختلفة وحنحلله معا، تمام؟ أنا حروح أختار جي بي مورجان جي بي إم وأضغط إنتر، تمام؟ هيفتح لي موقع فينفيز يا جماعة الصفحة الخاصة بجي بي مورجان. في الجانب الأول خلاص احنا مش عاوزين نتكلم مجال الفني اليوم، احنا اليوم عملنا ايش في المجال المالي. لاحقا لهذا الأمر حيظهر لنا ايش؟ مربع آخر، مربع فيه ملخص أهم المؤشرات المالية بالنسبة لجي بي، تمام؟ طبعا كل مجموعة أسهم أو مؤشر معين له فائدة بالنسبة لنا لغرض مختلف، تمام؟
على المدى الطويل مثلا نسبة المديونية، نسبة المش عارف ايش، نسبة المديونية تفيدنا احنا كمسلمين في موضوع الحلال والحرام، اي الاسهم نختارها للتداول، اي الاسهم احنا محرم علينا بسبب نسبة المديونية. وهذا من احد المعايير التي تستخدمها هيئات التشريعية لتحليل التداول في اسهم معينة في السوق الامريكي. تمام، حنروح نختار في جي بي مورغان، حنشوف ايش ما هي اهم المؤشرات اللي حتفيدنا فنيا او ماليا. بالنسبة لكم يا جماعة، ايش تتوقع انه اهم حاجة لازم تعرفها عن اي شركة؟ حتى لو انت مش محلل مالي او ما تعرف اي شيء في التحليل المالي، ايش اهم شيء، هذا سؤالي لكم، ايش اهم حاجة او مؤشر تحتاجوا انكم تعرفوه بالنسبة لسهم معين؟ وتذكروا ان احنا الان ايش اسمنا؟ مستثمرين. ممتاز صح؟ لا لا لا، RSI فني، انا اتكلم عن شيء مالي، يعني ارباح وخسائر شركة معينة، يعني الارباح، العائدات، الارباح، صح؟ تمام. الآن موضوع الأرباح مهم جدا بالنسبة لنا، ليش؟ لأنه أداء كل شركة لا تعكس إلا عن طريق إيش؟ معرفتنا لأرباحها. تمام، المحلل المالي عمله طبعا لغرض الاستثمار، عمل المحلل المالي لغرض الاستثمار إنه إيش؟ إنه يتنبأ بالأرباح والخسائر القادمة، وبعدين إيش؟ يتنبأ بالمصاريف اللي حتاكل منها، حيتنبأ بالضريبة، حيتنبأ بالتفاصيل الثانية عشان توصل بالأخير لإيش؟ صافي الأرباح. التوزيعات المالية التوزيعات النقدية للمستثمرين عشان أحقق مصلحتي. ومن مصلحتي إيش أفضل مصلحة بالنسبة للمستثمر؟ إيش أفضل مصلحة لي لو رحت استثمرت بسهم؟ بسيط الموضوع. إيش؟ بالضبط، العائد المتوقع، العائد، يعني انا ما يهمنيش الشركة بتعظم لي العائد وحتخسر ولا تروح في 60 داهية، اهم شيء اني لما اشتري السهم معايا لنهاية السنة نسبة الارباح حتكون ايش؟ اعلى من المتوقع، وكمان توزيعاتي حتكون جيدة، وحاروح ابيع السهم ولا احصل على التوزيع اللي انا مقابل استثماري للسهم حصل عليها. تمام، وهذه مصلحتي في الأول في والأخير بالنسبة لي كمستثمر. تمام، طبعا في نوعين من المستثمرين، في مستثمر طويل أجل، في مستثمر قصير أجل. أنا لما أتكلم بهذه الطريقة أنا أتكلم كمستثمر قصير أجل، لأنه المستثمر طويل الأجل لا يهمه بس العائد، يهمه العائد والنمو، لأنه العائد ما يكفيش أو لا يكفي، لابد أنه أكون عائد وكمان تنمو الشركة عشان العائد القادم في السنة القادمة ولا السنة اللي بعدها يتضاعف. تمام، لهذا السبب الغرض بالنسبة للمستثمر القصير إلى الطويل الأجل، يعني في بينهم اختلافات بسيطة، بس ما علينا من هذا الموضوع. خلينا الآن نستعرض أهم المؤشرات اللي حنشوفها بالفينفست، يعني وإحنا نتكلم الآن كناس بفرض إن إحنا كلنا محللين ماليين. أنا يهمني هنا إني أطرحكم الآن في الصورة، انك انا اوريدي اول ما قلت لك التحليل المالي الاداء اكثر قوه، خلاص طرحتك دم، طرحتك امام السوق، امام المؤشرات الماليه، وحتكلم كاني الان ايش؟ كاني اتكلم مع زملائي المستثمرين المحللين الماليين اللي فاهمين شغلتهم. ليش؟ لانه لازم نعرف انه التحليل المالي هي اداه قويه، لانه كل الكلام اللي حنتكلمه الان هو حنسقطه على الأرباح، والقيمة اللي حنحصل عليها، التوقعات اللي حنحصل عليها هي قيمة حقيقية، مش توقعات رقمية نفسيات، لا، أنا أتوقع رقم بناء على أداء، على نشاط حقيقي أنا أقوم بدراسته وأسقط إيش؟ نمو الأرباح بناء عليه. تمام، طبعا المحلل المالي لازم يستقي مجموعة من المعلومات،
مثلا لازم اعرف الوضع العام للاقتصاد، المؤشر العام، تمام، ولازم اعرف ايش السوق بشكل عام يتحرك باي جهة بالضبط، تمام. لهذا السبب معنا مؤشر اسمه البيتا. البيتا يا جماعة هو عبارة عن معدل تغير السهم مقارنة بالمؤشر. اذا كان البيتا 1.65، يعني انه مقابل ارتفاع السهم مثلا نقطة واحدة او بنسبة 1%، تمام، فسهم بنك جي بي مورغان حيرتفع بنسبة كم؟ 1.65%، يعني 65% اكثر من الحركة العادية للمؤشر العام. يعني انه جي بي مورغان يتبع المؤشر العام، بل قد يكون اسرع منه او اكثر منه حساسية، تمام. كلما ارتفعت البيتا كلما كانت اكثر خطر بالنسبة لي، ولكن بنفس الوقت كلما كنت اتحرك مع الوضع العام للاقتصاد. كلما انخفضت البيتا كلما كان سهمي مستقل عن السوق، الا اذا كان بيتا سالب. اذا كان سالب فالعلاقة عكسية، تمام. من المهم لنا ان احنا نستخدم البيتا دائما عندما نقوم بتحليل سهم شركة معينة، لان البيتا تساعدنا بربط ما بين هذا السهم اللي امامنا، تمام، ونتكلم يعني اوريدي في الواقع. انا اقارن ما بين السهم اللي امامي الان، تمام، مقارنة بايش؟ يعني الوضع العام، المؤشر العام للسوق، يعني بشكل عام انا اقارن بايش؟ وضع عام السوق، تمام. ولهذا السبب احنا حنروح ايش؟ ندرس المؤشر العام للسوق. اوكي، بعد ما عرفت الآن، وأنا أقوم الآن أجيب لكم الآلية أو الطريقة اللي ممكن أنا أحلل فيها سهم معين. عرفت إنه هذا السهم يتبع المؤشر العام، حروح إيش؟ أروح أشوف المؤشر العام. أنا أستخدم تريدنج فيو، ما فيش مشكلة. تريدنج فيو يا جماعة هو موقع بس يوريني تشارت. خليه ينفتح بس صديقي لو سمحت. طيب الآن أنا في الموقع هذا، حروح أدخل على إيش؟ داو جونز، استحضر. ولا ستاندرد اند بورز، لحظة، احنا اخترنا من ستاندرد اند بورز، ندخل ستاندرد اند بورز. اس بي واي، اس بي اكس 500. تمام. في مجموعة مؤشرات، خليني بس أبعدهم. طيب لاحظوا معي، أنا هختار بس أشوفه بالأسبوعي. طيب خلونا أولا نشوف شوية قبل ما ندخل ماليا، ما هو الاتجاه العام لمؤشر ستاندرد أند بورز يا جماعة؟ من التشارت أمامكم، مش عاوز تحليل فني، أنا بس استنبط لي اتجاه بس. ها جماعة، صعب صح؟ صعد ويكفي، يعني يكفي إن احنا نعرف إيش صعد. خلاص عرفنا انه المؤشر العام صاعد. بشكل عام الاقتصاد الامريكي كان يصعد، وصل لمنطقة هبط فيها، والان ايش؟ فرضا انه يصعد، يعني انه السوق العام بيصعد. نروح للجي بي مورجان نشوف انه ايش البيتا فيه 1.65، يعني انه حيتبع المؤشر العام، وهذا الشيء جيد، يعني انه ما
ما حيروحش ضد التيار، يعني انه احنا في المكان الامن اذا استثمرنا بشكل عام في جي بي مورجان، واحنا عارفين انه السوق الامريكي في صعود، فيعني اني حروح استثمر هو حيكون ايش ايضا صاعد. تمام. طيب طبعا التحليل المالي ليس فقط تحليل مالي، ولكنه لابد اني افهم القطاع الذي ينتمي اليه. تمام. ولازمني ادرس المجال القطاع المالي للسوق الامريكي، اروح اشوف اخبار وهذه المواضيع تحليل اساسي، وفي الاخير حعرف انه باختصار السوق الامريكي بجانب البنوك في حالة تحسن ومش عارف ايش، قصتهم جميلة. الان اطمن كمحلل مالي تمام ان السهم ما حيتأثرش بشكل سلبي ضد الاقتصاد، يعني اذا كان الاقتصاد يمر في يعني يمر في وقت جيد والسهم يمر والسهم يتبع المؤشر العام، فانا حتأكد انه السهم ما حيكونش متبوط السوق نفسه. تمام. وكذا تأكدنا رقم واحد جانب مالي بسيط انه ايش سهمنا جيد، انه يعني ما خافش عليه من هذا الجانب. طيب الآن في أشياء أو مؤشرات كثيرة ممكنني أستخدمها عشان أستثمر، تمام؟ بس اللي يهمني هنا إني أعرف موضوع الأرباح، صح ولا لا؟ معانا هنا يا جماعة EPS اللي هو إيش؟ Earning per share أو العائد على السهم الواحد. طبعاً عائد على السهم الواحد في جي بي مورجان رقم، تمام؟ ما يهمناش الرقم، إحنا حنقارن ما بين الرقم هذا مقارنة بالسعر عشان نعرف هل هو مجزي ولا لا بعد شوية. تمام. انا اقارن بنسب نمو العائد نفسه هذا. شوفوا EPS العائد على السهم لهذه السنة ارتفع بمقدار كم؟ ارتفع بمقدار 13.40% عن السنة السابقة. تمام. العائد المتوقع للسنة القادمة حيكون ايش؟ 9.98، يعني حيرتفع من 13 الى كم؟ 13 زائد 9، يعني 9% من ال 13، يعني 10% من ال 13 عشان يعطيني ايش؟ يعني تقريبا حيرتفع بمقدار مثلا فرضا يعني 10% من 13، كم 10% من 13؟ بمقدار رقم واحد، يعني حيطلع بمقدار يعني يتحول ل 14.70. نسبة النمو المتوقعة تكون 14.70 للسنة القادمة. تمام. طبعا حنتكلم اذا كانت احنا في بنك، تمام؟ اذا كان مش بنك حنشوف موضوع المبيعات، هل المبيعات بترتفع ولا لا، خصوصا مثلا جوجل، شركة تلفونات اللي هو ابل مثلا. ابل خلينا نشوف ابل بينما ابل تعتمد على ايش؟ على نسبة المبيعات. تمام. شوفوا الآن إنه مبيعات السنوات الخمس الماضية ارتفعت بمقدار كم؟ 29%. تمام. نسبة نمو أو كم معدل نمو المبيعات من سنة لسنة، تمام، من ربع لربع ارتفع المبيعات بمقدار كم؟ 1%، يعني إنه ما زالت معدل نمو المبيعات في نمو بمقدار 1.70، وهذا شيء جيد. تمام. وبعدين نرجع لموضوع إيش؟ الربحية. طيب الآن أنا تكلمت بهذا الموضوع عدة مرات في عدة مناسبات، بس خلينا نتكلم عن شيء معين. خليني بس أفتح الشاشة كذا، ناخذ نفس عشان إحنا خايفين الآن من موضوع التحليل المالي وإيش فتح الأسبوع وإيش إيش هذا القصة، ولا موضوع بسيط يمكن كثير منكم يعرفوه. بغض النظر، خلينا نتكلم عن موضوع السعر. وموضوع العائد طبعا كالعادة أنا معتاد أن أستخدم مثالين عشان أشرح، معايا البطاط ومعايا البقر، اليوم حنختار البطاط. تمام. الآن خلينا نشوف، أنا مستثمر، انا هروح اختار ما بين اما اني اروح اشتري بطاط او اني اشتري مثلا جزر.
هذا مثال بسيط عشان نفهم هذا الموضوع، تمام. وفرضا أنا تاجر خضروات، تمام. إذا اشتريت البطاطا الواحدة بسعر 20 دولار، يعني بطاطا نادر، بطاطا هكذا فخم فاخر، تمام. وإذا اشتريت جزر ب10 دولار، تمام، أيهما الأفضل يا جماعة؟ إيش تفضلوا يا جماعة؟ تفضلوا البطاطا ولا الجزر كتجار خضروات؟ ها، جزر أرخص صح؟ الجزر أرخص باختصار، تمام. يعني فرضا أنهم نفس الوزن نفس المواصفات. عارف في تاجر الآن جالس يذكر لي الآن مواصفات الجزر، الجزرة الواحدة تساوي 2 بطاطا، لأنه الجزرتين تشبعني مثل ما تشبعني بطاطا واحدة، صح؟ هذا كلام صحيح. بس أنا أتكلم عن السعر، سعر الجزر أرخص من البطاطا، تمام. ولكن إذا ضفت لك هذه المعلومة إنه إذا بعت الجزرة، تمام، إذا بعت البطاطا حربح 5 دولار، إذا بعت الجزرة حربح 2 دولار، تمام. أي منهم يا جماعة مجزية أكثر، البطاطا ولا الجزرة؟ البطاطا صح، تمام. لماذا؟ نروح نشوف. إذا قارنا ما بين السعر البطاطا مقارنة بالعائد اللي تعطيني إياه، تمام، كم حيكون؟ 20 قسمة 5 إيش تساوي؟ أربعة. بينما إذا قارنت ما بين قيمة الجزرة والربح اللي حتعطيني إياه، كم حيكون المضاعف أو معدل العائد على السهم؟ 5، تمام. فعليا كلامكم صح، منطقيا صح، لأنه الجزرتين حتعطيني 4 بنفس القيمة. يعني إذا كنت معايا جزرتين كم حيكون ربحي يا جماعة؟ 4 صح؟ بس البطاطا ب20 حتعطيني 5، لهذا السبب فالبطاطا أفضل بالنسبة لي، صح ولا لا؟ بالضبط، لهذا السبب يا جماعة هذا المعدل يسموه إيش؟ بي سلاش إي، تمام؟ اللي معدل العائد على سعر السهم الواحد، تمام؟ العلاقة الطبيعية إنه كلما صغر الرقم، كلما الرقم، تمام، كلما كان سعر السلعة مجزي أكثر. يعني باختصار، لو أنا معايا سلعة جديدة اسمها إيش، حاجة صغيرة، إيش معنى؟ أنا مش داري إيش نطرح. نتس، اللي هو الفستق ولا إيش ما كان، نتس، تمام. قيمة الحباية الواحدة النت 5، وتعطيني كم؟ تعطيني 1.5 من كل واحدة نت. إذا قسمت 5 قسمة 1.5 كم حيكون الربح؟ خلينا نحسبها بالسريع. 1.5 كم حيكون؟ 3.033333 صح؟ تمام. ليش النتس أو الفول السوداني أفضل بالنسبة لي الآن من البطاطا؟ من يقدر يقول لي؟ البي إي أصغر صح؟ تمام.
بهذه الطريقة احنا نفهم انه السهم حاليا حيكون مجدي اكثر اذا شليت ايش؟ النتس. ليش؟ لانه 4 نتس كم حيعطوني ارباح؟ 4 في 3 حيعطوني كم؟ 12. تمام؟ ال 12 اكبر من الخمسة واكبر من الاربعة. لهذا السبب حروح اتداول بايش؟ بالفول السوداني. تمام؟ قد يكون حتى سعر الفول السوداني مثلا معانا سعر التفاح، سعر التفاحة 50 وتعطيني ربح كم؟ 20. تمام؟ لما نقارن ما بينها 50 قسمة 20 حتعطيني أيضا رقم. 50 قسمة 20 كم يساوي؟ 2.5. الـ PE حيكون إيش؟ أقل. باختصار كلما صغر الرقم الـ PE كلما كان أفضل بالنسبة لنا بالنسبة للسهم. لهذا السبب إحنا نروح نتداول في هذا السهم. الآن ما هو استخدامنا بالنسبة للسهم للـ PE؟ الاستخدام هو أفضل بالنسبة للمقارنة بين الأسهم. الآن في عدة أسهم، لاحظوا معايا سهم البطاط، معايا سهم الجزر، معايا سهم المش عارف إيش والمش عارف إيش. تمام؟ كل واحد من هذه الأسهم يا جماعة يعني لها استخدام، صح؟ لها استخدام معين، يعني حتروح تستثمر في شركة ولا في مسجد ولا في مقشى، يعني إيش ما كان. تمام؟ كل واحد حيعطيك ربح معين. تمام؟ بس لما أنا أريد أن أقارن بينهم، كيف أقارن بينهم؟ ما هي الطريقة اللي حقارن بينهم فيها؟ الطريقة هي باستخدام الـ PE. تمام؟ هو المعيار الموحد، أيهم أكثر، إيش أكثر مجدي؟ سهم جوجل اللي بألف دولار ويعطيني عائد مش عارف كم؟ ولا سهم شركة معينة قيمته دولار ويعطيني 30 سنت، أي منهم أفضل؟ إحنا ما نعرف، بس لما تشوف الـ PE يكون صغير هتقول إنه أيهم أصغر PE؟ أيهم صاحب PE أصغر؟ هتروح تختاره. تمام؟ بهذه الطريقة يا جماعة احنا نختصر علينا بمجرد ما نعرف هذه الأداة، نختصر مع بعض قفزة كبيرة، لأني أنا الآن أعرف أني أختار السهم اللي يكون مجزي أكثر. السهم اللي حيعطيني أرباح أكثر هو السهم صاحب الـ PE الأقل. وإذا ما كانش الـ PE هو اللي حيفرق في الموضوع، حيكون معانا أداة أخرى اسمها الـ PEG. تمام؟ اللي هو مقارنة بمعدل نمو مش عارف إيش الأرباح. يعني باختصار الآن احنا نقارن ما بين السعر وما بين الربح اللي يعطينا السهم بشكل متوقع. تمام؟ طبعا هذه مش الأداة الوحيدة اللي ممكن نستخدمها، ولكن أنا أحب الآن أضعكم أمام صورة بأهمية التحليل المالي. التحليل المالي يا جماعة هو أكثر الأدوات قوة بالنسبة للمستثمر، لأننا أمامنا كثير من المعلومات اللي فعلا ملموسة نستطيع ان احنا نستخدمها في ايش؟ في تحليل السهم وفي استنباط ايش؟ الاتجاه المستقبلي له، حتى يعني اذا كان على مستوى استثماري. طبعا نحتاج ادوات اخرى، ما يعنيش ان احنا ما نحتاجش التحليل الفني والاساسي والاقتصادي، ولكن بمجرد انك تعرف تحليل مالي انت حتختصر على نفسك مسافات عظيمة. يعني السهم اللي اداؤه المالي جيد لا يخاف عليه حتى اذا هبط. تمام؟ ولهذا السبب نصيحتي منكم، وسبب اني ناديت وطالبت الاخوة ان احنا نقيم هذه الندوة، انه لابد كأكاديمية خبراء المال ان احنا نذكركم يا جماعة انه التحليل له عدة اشكال. تمام؟ ولا يمكن ان احنا ننسى في وقت من الاوقات اهمية التحليل المالي مقارنة بالادوات الاخرى. تمام؟ الآن معانا عدة مؤشرات متخصصة مقارنة بالسعر، الـ PE، الـ PEG، الـ PE المتوقع، الـ Price مقارنة بالمبيعات، الـ Price مقارنة. تمام؟ عدة مؤشرات بغض النظر. تمام؟ وعندها نحتاج إن احنا نقارن ما بين إيش؟ سهمين أو أكثر من سهم عشان نشوف أيهم أفضل. التحليل المالي دائما بداية الاستثمار. تمام؟ انت عندما تختار الاسهم اللي حتستثمرها لابد انك ايش؟ تبحث عنها، ولابد انك تستمر وتراقب اداء السهم هذا 24 ساعة.
دائما دائما تراقب أداء السهم وتشوف تطوراته، تمام، وتشوف كل تحركاته. طبعا على المدى الطويل الأجل تحتاج معلومات معينة، ولكن التحليل المالي بشكل عام يفيدنا يعني بقفزة كبيرة، تمام. طيب عرف أنه معنا مجموعة من المؤشرات اللي هي السعر وهذه الأمور، نسبة التداول، نسبة السيولة، نسبة المديونية، نسب كثيرة. هذه النسب إن شاء الله حناخذها مع بعض إذا حضرتوا أو تقدمتوا في معهد خبراء المال بالتحليل المالي، أو قدمت في شهادة محلل مالي، أو درست في أي مكان، حتى درست أونلاين، شفت فيديوهات. هذه المؤشرات أنت يمكن تدرسها، ولكن يهمني أنا الآن إني أضيف شيء معين، إنه كيف نفسرها، تمام؟ التحليل المالي يا جماعة ليست فقط هذه المؤشرات، ولكن هذه المؤشرات هي تعطيني نظرة. إذا كنت فاهم تحليل مالي حتفيدني هذه الأدوات بشكل كبير جدا، خصوصا عن طريق هذا الموقع، تمام؟ الآن خلينا نشوف كيف يمكن إنه الشخص يقوم بالتحليل المالي. معي ايش؟ مخطط توضيحي يريني عدة اشياء. انا استخدمت اكسل شيت عشان اوضح الموضوع، بس عشان احلل معاكم بشكل سريع ونشوف كيف ممكن اني افهم اداء شركة وافهم تحركاتها، تمام. معاكم الان يا جماعة انه ايش؟ معانا المصاريف، معانا الارباح، معنا عدة أشياء ممكن نستخدمها. خلينا نركز على العائد. شوفوا الآن، أنا عاوز أو أريد أن أقارن ما بين أداء 2008 و 2010، تمام، بفرض أني أدرس في هذه ال3 سنين، تمام. حيبان لي هذا المخطط، مثل هذا المخطط يوريني العائد. حتشوفوا أنه عائد 2008 كان بمقدار معين، ارتفع لمقدار أكبر، وارتفع بنسبة أكبر. طبعا في البنك معنا نوعين من الدخل، فائدي ولا فائدي، بس بغض النظر، تمام، هتشوفوا أنه العائد حصل له إيش؟ نوع من الازدهار، تمام. أنا كمحلل مالي أحتاج أني أعرف هذه المعلومات البسيطة، إيش اللي حصل في السابق، تمام. أستخدم البيانات السابقة عشان إيش؟ أدرس السوق. الآن شفت معي الآن أن السوق الآن، أو أنه السهم هذا أمامي لا زال يحقق أرباح بالنسبة للعائدات، تمام. هنا عائدات الفوائد بس بغض النظر، تمام. عرفنا هذه المعلومات، عرفنا أنه معنا مجموعة من المؤشرات اللي ممكن نستخدمها. معايا هنا تحليل أفقي وتحليل رأسي. هذا التحليلين يمكن أني أستخدمهم، بس أنا يهمني أدرس شيء معين. مثلا هروح أدرس إيش؟ نسبة نمو الأرباح. نسبة نمو الأرباح
لاحظوا اني الارباح ارتفعت من 44 ل 46، يعني ارتفعت من سنة لسنة بمقدار 72%، والسنة اللي بعدها انخفضت بمقدار 28% عن السنة السابقة لها، تمام. بينما السنة اللي بعدها حققت انخفاض مقارنة بالهبوط، بالهبوط اللي الصعود اللي حصل في السنة السابقة لها وتواليك، تمام. طبعا ليش أنا عاوز أدرس هذا المواضيع؟ أنا يهمني عندما أدرس شركة معينة ماليا إني أشوف هل ستستمر في تحقيق أرباح بالنسبة لي، تمام. نشوف مثلا بالنسبة لجي بي مورجان الآن، نشوف الإنكم ستيتمنت اللي هو قائمة الدخل، شوفوا الآن نقفز النت إنكم بس وخليته سنويا، تمام. طبعا من اليمين لليسار في فينفيز مش مشكلة. لاحظوا الآن معي إنه إيش معايا نت إنكم في سنة 2012 كان 21 مليار، 2013 انخفض ل 17، 2014 عاد ل 21، 2015 ارتفع ل 24، يعني انه بدأ ايش ينمو بمعدل سريع، وهذا الشيء جيد بالنسبة لنا عندما نقوم بالتحليل، تمام. هذا بس عبارة عن شيء افقي، احاول اني اشوف هل سيستمر بتحقيق المزيد من النمو ولا لا، تمام. في تفاصيل اخرى يمكن اني احتاج ادرسها، ولكن مش ما تهمنيش الان، اللي هي بالنسبة لقائمة الدخل يمكن تدرس هل حصل ارتفاع في الاستثمارات اللي معاهم. طبعا هنا بنك ما فيش كثير من المعلومات بالنسبة لهذا الموضوع، بس مثلا معايا التدفقات النقدية، ايضا التدفقات النقدية تهمني عشان اعرف مقدار الاموال اللي بتدخل وتخرج من والى الشركة او البنك. لاحظ انه معانا ثلاثة أنواع من التدفقات وحيتم شرحها إن شاء الله في المستقبل، بس اللي يهمني هنا إنه إيش؟ اللي هو cash from operating, cash from investing و cash from إيش؟ financing. تلاحظوا إنه حصل انخفاض في الفاينانسينج، تمام؟ وبعدين عاد الارتفاع بشكل قوي في 2015، يعني في توجهات بالنسبة للشركة أو البنك اللي أمامنا عشان إنه ينمو، لأنه قام بتمويل المزيد من العمليات التشغيلية، أو هو قام بتمويل المزيد من التوسع بالنسبة له. معنا استثمارات انخفضت بمقدار كبير والآن ترتفع بمقدار بطيء بالسابق، طبعا بالسالب لأني أنا استثمر فلوس خارجة، والأرباح التشغيلية ارتفعت ولكنها سرعان ما هبطت مرة أخرى في 2014. طبعا هنا معانا بالنسبة لهذا البنك بسبب انخفاض معدل الفائدة العام في الولايات المتحدة الأمريكية، بس بغض النظر احنا يهمنا الآن ان احنا ندرس ايش ما الذي يحصل بالنسبة لهذا البنك او الشركة بشكل عام. عرفنا مجموعة من المعلومات الخاصة فيه وعرفنا ايش ممكن انه يحصل فيه، الآن انا ممكن اطمئن بالنسبة لهذا السهم او بالنسبة لهذه الشركة انه كيف اني استثمر فيها. بمجرد اني اعرف مجموعة من المعلومات المالية اللي انا شفتها، شيء بسيط جدا وسهل، تمام. انا حخرج باستنتاج بسيط اللي هو ايش، هل اقوم بالاستثمار الديون هنا نسبة المديونية، معانا نسبة المديونية طويلة الاجل، عاوز تعرف الديون نفسها كم هي، هتشوفها فين، في قائمة الدخل، في قائمة الميزانية العمومية في جانب الالتزامات، تمام. account payable اللي هو الالتزامات والقروض طويلة الأجل مثلا هنا، وكمان في أوراق مالية، الأوراق المالية اللي تقدمها البنك هذا، تمام. طيب بمجرد ان احنا نعرف مجموعة من هذه المعلومات يا جماعة، حيصبح لدينا فكر عام يعني يشرح لنا أداء جي بي مورغان ومجموعة من التفاصيل الكثيرة. أنا مش عاوز أو لا أريد أني أدخل في تفاصيل كثيرة، بس اللي يهمني هنا أني أستعرض لكم مقدار قوة التحليل المالي، أنه هي أداة فعلا تفصيلية
ادخل في عمق الشركة، امسكها بند بند، افصلها تفصيل، ما اسيب شيء، وكمان استفيد من هذا الموضوع. تمام. طبعا مجال التحليل المالي هو مجال كبير وعميق جدا، وكل احنا نعتبر طلاب، انا طالب اول واحد ولسه يعني اعاني من هذا الموضوع واتعلم بكل جهدي، بس انا يهمني الان اني افيدكم، اني اريكم ما هي الاشياء اللي ممكن او الابعاد اللي ممكن تستخدموها. تمام. معايا الان مثلا هنا سكرينر. السكرينر هو اداة فلترة، بس انا هستخدمه بالمجال المالي بس، اللي هو عنواننا لليوم. تتذكروا يا جماعة مش قلنا انه ممكن اني اختار عدة اسهم، قيمة السهم نفسه مش يعني مختلفة، بس كلها حتكون مجزية بنفس المستوى. ما هي الأداة اللي تكلمنا عنها سابقا؟ ايش كان المؤشر اسمه؟ من يتذكر؟ مكتوبة للأسف. بالضبط البي اي، وهذا البي اي له أداة واحدة، مؤشر واحد بس انا شرحته لكم عشان بس اطرحكم في الصورة. تمام. خلينا نشوف ما هي الأسهم الأمريكية اللي البي اي حقها الخاص فيها منخفض، ونروح ندور بي اي ايش اقل من 5. وسعر السهم، خلينا عشان كمان اوقع بخيل، قيمة السهم، فين قيمة السهم؟ مش هنا، مش من هنا، من ديسكريبتيف. سعر السهم اللي هو لا لحظة، برايس، سعر السهم أقل من دولار، يعني نحن بخلاء نشتري أسهم رخيصة وتكون مجزية بمقدار كبير. تمام. حيفتح لنا مجموعة من الأسهم، طبعا فينفيز حيوريني مجموعة من القطاعات، بس أنا هختار مثلا إيش أرتب بينهم، عاوز أشوف الشركات الأمريكية. معانا شركة إنزن فارماتيكلز، هذه إنزن على فكرة مشهورة جدا، معها أدوية مشهورة خصوصا في مجال الأعصاب، وفي كثير من الناس أظن استثمرنا فيها قبل سنتين بشكل جيد. تمام. معانا جنبها شركة بوينت. الصوت يا جماعة، كيف الصوت؟ تمام. معايا كمان شركة بوينت 360، ومعانا شركة باسيفيك كوست اويل تراست. تمام. هذه بالنسبة للشركات الأمريكية. معانا شركة في لوكسمبورغ باسيفيك دريلينج، معانا شركة في قبرص اوشن ريك، معانا شركات في الصين كمان، مينكو دلتا، سكاي ستار، شاينا ريسايكلينج انرجي كوربوريشن. اهم شيء بغض النظر، كل هذه الأسهم موجودة ضمن قطاع الستاندرد اند بورز. لحظة، اختار ستاندرد اند بورز. مش كل، ما فيش حد ستاندرد اند بورز. نخليه رخيص، أقل من 10 بس. ما فيش، خلاص أبوها أي سعر. خلاص ظهرت لي مجموعة شركات. طبعا هذه العملية يسموها عملية الفلترة. المستثمر أو المحلل يقوم بإيش؟ بالفلترة ما بين عدة أسهم ويفلتر بينهم. تمام. ما يهمنا هنا يا جماعة إنه أختار مجموعة أسهم. تمام. أستطيع إني أقارن بينهم بعدة أشياء، مثلا لو أضغط فاينانشال يقارن بينهم بالنسبة لرأس المال، بالتوزيعات، معدل العائد على رأس المال، معدل عائد الاستثمار، معدل العائد على الحقوق الملكية، معدل التداول، معدل السيولة السريعة، نسب المديونية، نسب الربحية، نسب الأرباح التشغيلية، هامش الربح. تمام. ويعطيني هنا تاريخ التوزيعات، سعره، ويوريني ايش الحركة اللي بتحصل له. بعدين احنا نروح نختار ايش، مثلا جنرال، هذه شركة جي ام، معنا اتش بي كيو، معنا نافي، معنا يو اي ام. تمام. هنروح نفتحهم، اللي هي ايش هذه؟
جنرال موتورز، شركة جنرال موتورز اللي الخاصة بإيش؟ بالسيارات. ونروح نفتحها ماليا، نروح نشوف الدلتا زي ما عملنا سابقا، دلتا جيدة. نروح نشوف معدل البي اي، البي اي ايش؟ اقل من 5، جيد كمان. نروح نشوف نسب المالية الخاصة فيها، ما في يعني بشكل عام. عاوز تشوفه فنيا، روح شوفه فنيا يعني. تمام، معنا الاخباك هنا، الخبرة ما هي التداول فيها. تمام، يمكن انك تروح تاخذ القوائم المالية وتدرسها زي ما احنا سابقا، ويمكن انك تشوف مثلا النسب المالية وتقارن ما بين القطاع والصناعة مثلا زي ما هنا. جي بي مورغان في هذا الموقع، هذا موقع رويترز، تعرفوا شركة رويترز صح؟ شوفوا يعرض لي مجموعة أشياء، أنا يهمني هنا إني إيش؟ شوفوا مثلا البي إي، شوفوا الآن شركة جنرال موتورز ما إيش يا جماعة؟ شركة سيارات صح ولا لا؟ يا جماعة؟ الصوت الصوت الصوت، الو الو الو، اي موجود الصوت، انا بس كنت منتظر اجوبة. تمام، نسبة البي اي يا جماعة هي ايش؟ معدل الربح الحاصل من السهم، تمام، اللي هو برايس مقارنة بالاي صح؟ تتذكروا احنا تكلمنا انه المفروض يكون قليل. الان بالنسبة لجنرال موتورز اللي هو جي بي مورجان اللي هو بنك، تمام، البي اي الخاص فيها كم يا جماعة؟ كم البي اي؟ 9 بوينت كم؟ 76 صح؟ بالصناعة كم النسبة؟ الآن أقارن ما بين الشركة والصناعة نفسها. الصناعة كم نسبة الربح المعدل الخاص فيها؟ 12، يعني إن الشركة الخاصة بي نسبتها أفضل من نسبة إيش؟ الصناعة صح؟ طبعا بي اي كل ما صغر كان أفضل صح؟ طبيعي ولا طبيعي؟ ايوه، فاحنا لما نختار مجموعة شركات ضمن قطاع واحد ونقارن بينهم، تمام، هنشوف انه اذا كان الشركة اقل من القطاع واقل من الصناعة، صناعة السيارات بشكل عام، فانا استثمر بشكل عام انه ايش؟ شركة افضل. طبعا هنا بنك، قد تكون سيارات، قد تكون مليون شيء مختلف، تمام، ولكن اللي يهمنا هنا من انا لما اشوف شركه وضعها افضل من منافساتها او من المتوسط الخاص بالصناعه والقطاع، تمام، فانا اكون على ثقه اكثر انه سهمي حيكون افضل. وعالم التحليل المالي عالم كبير جدا، كلنا زي ما قلت الطلاب، ولكن يعني بمجرد انك تعمل لنفسك استراتيجيه بسيطه، مجموعه من المعايير، ابسط معايير، انا يمكن اختصر لك انك تشوف البي اي، شوف معدل النمو في الارباح واشياء بسيطه كذا عشان تتاكد، واستقر عليها وارجع حلل فنيا وفلتر وهذه الامور كلها، حيكون وضعك ممتاز جدا. تمام، انصح بشده للجميع انه لابد انه ما يهملش التحليل المالي، ما خصوصا اذا كان لديه الامكانيه للقيام بذلك. تمام، الآن بالنسبة لسؤال شوي يسألني، كيف تستطيع الحصول على نفس البيانات؟ تقصد المقارنة بالقطاع والصناعة يا سيد شوان؟ اتوقع انه اذا كنت تتكلم عن طيب شوف المؤشرات المالية، لا انا يمكن انك تشيت اكسل وتنسخ نص
تمام. فورد تعطيني 6.80. توي اللي ايش هذه؟ هذه تويوتا؟ لا هذه تويوتا تي تي ام، اهم شيء تويوتا تعطيني 8 تمام. فراري تعطيني 15، يعني مستهلكة، يعني لو اعطي لو استثمرت في جنرال موتورز تمام، حيعطيني نسبة، يعني حيكون خمس مرات يعني خلال 5 سنين احصل ايش؟ رأس مالي تمام. بس لو اروح استثمر في فراري كم احتاج؟ 15 سنة عشان استعيد رأس مالي تمام. فالافضل لي اني اروح ايش استثمر في ايش؟ جنرال موتورز ولا ايش؟ سورل. طبعا مش هذا المعيار الوحيد، انا لازم اتاكد ان الشركه حتربح، انه معدل العائد حيظل مستمر، الخ 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 تمام. طبعا شوفوا جنرال نقطة ارباح مقدارها 256% مقارنه بالسنه السابقه، ومتوقع انها ترتفع بمقدار 5% تمام. ومجموعة من المعايير اللي حتحتاجها في الفالويشن. ماليا حروح اشوف اقارن بينهم. التوزيعات الخاصة بجنرال موتورز تعطيني 5%، فورد تعطيني 4%، 5% افضل من 4%. معدل العائد على الاصول لفورد 5، بينما معدل العائد على الاصول في فورد 3. معدل العائد على حقوق الملكية 26 مقارنة ب 27. طبعا معاه احنا هرم الأصول، رأس المال والاستثمار لما نقارن بينهم في طريقة معينة، تحليل مالي يعني معيار معين. بس اللي يهمنا هنا انه ايش؟ الآن انا اقارن بينهم واروح اختار ايش؟ ايهم افضل بالنسبة لي ماليا. لما انا اختار شركة يا جماعة ماليا تكون جيدة جدا، استطيع اني ايش؟ استثمر فيها بكل امان. وهذه هي ميزة خاصة بنا. أنا بس استعرضت لكم في هذه الندوة وخلال الوقت هذا القصير تمام مجموعة من الأشياء المهمة، ويهمني فقط أشرح لكم نقطة هامة جدا في رؤوسكم ما تتخلوش عنها أبدا تمام. التحليل المالي من اللبن الأساسية للتحليل، هو من العلوم اللي تساعدك على سهم معين ذات قوة كبيرة، يعني من أقوى الأدوات اللي يمكن تكون ذات اعتماد بالنسبة لك إذا كنت تتداول الأسهم تمام. أتمنى للجميع الأسهم أهم شيء. أيوة أكيد، إذا أنت مستثمر أسهم طبيعي، والأسهم هي أهم شيء بالنسبة للمستثمر. الأدوات الأخرى حنشوف كيف إن إحنا نستعيض عن التحليل المالي بالتحليل الاقتصادي أو الفني، لازم إنه يكون في معنا علاجات أو أشياء نعالج فيها المشكلة. ولكن يظل التحليل المالي من أهم الأدوات التي يجب أن يستخدمها المتداول من أجل الحصول على توقعات دقيقة قوية موزونة وكمان حقيقية. أوكي؟ ثاني نقطة بالنسبة لنا إنه يعني كيف احصل على هذه البيانات؟ انا اللي وفرته لكم الان هو موقعين او ثلاثه مواقع. هذه المواقع تعطيني مجموعه من المعلومات لكنها لا تعطيني كل شيء. في موقع احب اعطيه لكم ايضا، استخدمه كثيرا في التحليل، انه في مؤشرات جاهزه اسمه جورو فوكس. لحظه بس، استخدم جي بي مورجان. تمام. طبعا هنا حنروح في السمري. حيعرض لكم شكل زي اشارات السيارات تمام. ببساطة حيروح يوريك ايش البي اي، يقارنه لك بالاندستري ويقارنه سابقا تمام. يروح مثلا يدرس نسب المديونية او رأس المال مقارنة بالاصول تمام، نسبة تغطية رأس المال، نسبة معدل الاف الخاص
ثلاثة المخاطر، تمام؟ مع عفوا منكم يا جماعة. طيب في أي أسئلة واستفسارات يا جماعة؟ أنا يهمني اليوم من ندوتنا إني أعرفكم بس عن العمق الموجود في التحليل المالي، عن الأدوات اللي ممكن تستخدمها كمحلل مالي، عن أهمية التحليل المالي زي ما أنتم شايفين، وكمان عن مقدار المعلومات اللي يمكن تحصل عليها بمجرد أن تكون محلل مالي أو تفهم بقليل من التحليل المالي، تمام؟ في سؤال قريتهم، أولا بالنسبة للأستاذ نشوان سألني كيف تستطيع الحصول على بيانات الأسهم العربية. الآن أنت حتدخل موقع مثلا السوق السعودي، تمام؟ في موقع السوق السعودي مع معيار الصناعة
والقطاع موجود. انت تقارن ما بين الشركات المدرجة ضمن القطاع او الصناعة، وتقارن ما بينهم، ما بين ايش المعايير هذه. هذا اذا كنت تحتاج اداة رقم واحد. اذا كنت تحتاج تقارن ما بين الادوات المختلفة، انت تحتاج انك تحصل على مجموعات معلومات، خصوصا في السوق العربي. في السوق العربي ما يعطيكش معلومات مالية جاهزة، لازم تدخل قائمة الدخل وتشوف الايرنينج، ايرنينج بير شير، اللي هو العائد على السهم الواحد، وتقارن ما بين السعر والعائد على السهم الواحد بالنسبة لعدة شركات، تشوف أيهم أقل وتستخدمه. هذا هو بالنسبة للموضوع اللي شرحناه اليوم، بس كنكهة كمشهي بس بالنسبة للموضوع. تمام؟ أيوه، ما في صورة، ما في صورة الآن. طبعا طبعا طبعا، ما دام معاك إمكانية إنك تستخدم التحليل المالي عشان تحلل السوق، تمام، فلا بد أن لا تتخلى عنه. يعني أهم شيء لازم إنك تمسكه هو التحليل المالي على أقل تقدير. تمام، التحليل المالي هي أداة قوية جدا، أداة جوهرية مفصلية بالنسبة للمحلل، وتفيدك وتستختصر عليك الكثير من الوقت والجهد اللي يمكن يضيع على أشياء أخرى. تمام، أنت يمكن تحذر أو تستخدم الكثير من التقديرات في التحليل الفني، ممكن أنك تقدر أو تستخدم الكثير من التقديرات في التحليل الاقتصادي، لأنه شيء عام جديد كبير. بس بالنسبة للشركة لما تحللها ماليا، فأنت معك أشياء قابلة أنك تحررها، قابلة للقياس، قابلة يعني ممكن تمسكها. لما تحلل هذه الأدوات وتستخدمها في التحليل المستقبلي، فأنت حتصبح لديك ميزة كبيرة إنك قادر إنك تقرأ المتغيرات أمامك. أنصح الجميع أن لا يتخلى عن التحليل المالي، ويحاول يطور نفسه فيه ويقرأ عنه بقدر الإمكان. تمام؟ بالنسبة لأي مواضيع أخرى هي موجودة وإحنا نقدمها، وأنتم عارفين إنه في الأكاديمية دائما معنا مواضيع كثيرة نتكلم عليها، خصوصا في مواضيع التحليل الفني، وفي ندوات نقدمها بالتحليل الأساسي. بس التحليل المالي يعني بالنسبة لنا، ولهذا السبب أوصيكم جميعا أن لا تتخلوا عن التحليل المالي أيضا كأداة مهمة وجزء من الباكج، العبوة اللي تحتوي على ايش الخليط المناسب عشان تكون مستثمر، خصوصا في اسواق الاسهم المختلفة. فسواء كنت تتداول في سوق الاسهم الامريكية او الماليزية، السعودية، الصينية، الحبشية، فين ما رحت، روح حتى تايلاند، حتظل تستخدم نفس الادوات، التحليل الفني والتحليل المالي والتحليل الاساسي. ايوه بالضبط، التحليل المالي يعني نفس الموضوع، بس على نطاق اكبر، نطاق اكثر عموما. تمام، انت لازم تمسك موضوع ميزان مدفوعات، التريد بالانس، تشوف التدفقات الداخله والخارجه، تشوف المؤثرات الاقتصاديه الداخله والخارجه، قوه العمله، معدلات النمو، الناتج الاجمالي، الخ الخ، وكلها معدلات اشياء اقتصاديه. بنفس الطريقة احنا يمكن احنا نستخدم التحليل المالي في التحليل. تمام، التحليل المالي اكثر تحكم، اكثر سيطرة من التحليل الاقتصادي. التحليل الاقتصادي يحتاج خبراء، ناس قويين. التحليل المالي صح يحتاج خبراء، بس ممكن انك تستخدمه كفلتر، يعني يفلتر لك شركة خاسرة خاسرة. مثلا انا ما اعرفش التحليل المالي، جنرال موتورز عائداتها سيئة، بس ايش يطلع، كنت انا احلل مالي هروح اشتري فيه. بس اللي مش عارفه انه الشركه في اي وقت حتنهار. لو انا مش عارف هذا الشيء ماليا، فانا حروح في 60 داهيه. تمام، لهذا السبب من المهم لنا جميعا ان نستخدم التحليل المالي ما دام لدينا الامكانيه. نطاق موضوعنا اليوم هو متخصص في الاسهم بشكل عام، بالاستثمار، في موضوع اداره المحافظ، موضوع اداره الاستثمار، موضوع التحليل المالي للأغراض الخاصة بالاستثمار. ولكن ممكن أنك تسقط هذا الشيء على أي أداة أخرى. المعلومات اللي تحصل عليها
لو قادر تحصل على نفس هذا القدر من المعلومات في سوق آخر، روح دوس. بس أنا لا أكلمك الآن إنه معك سوق فيه كثير من ال زي ما يقولوا الدرر، أشياء جميلة تستخدمها، تحللها، تخرج منها بثقة، يمكن تستثمر بثقة أكبر من أي أداة أخرى. فني يكسر ترند، انتهت قصتك. ماليا لا، ما يكسرش الترند أبدا، ما يكسرش الترند. لو أنت متأكد أن الشركة قوية ما حيكسرش الترند إلا لو سقط الاقتصاد بكله، الاقتصاد الأمريكي كله راح في 60 داهية، حتروح الشركة في 60 داهية، ما لم ستظل دائما قوية. ولهذا السبب التحليل المالي يعطيك جانب كبير من الثقة في استثمارك. في أسئلة أخرى يا جماعة؟ جميع هذه الصفحة هي عبارة عن معلومات مهمة، أنا استعرضت بس لكم يعني أشياء بسيطة بالنسبة لها. مثلا قلت لكم البي اي، وقلت لكم ايش قلت لكم، الاي بي اس اللي هي مصطلحات، تمام. طيب انا حتناولهم بسرعة، بس انت استخدموا يا جماعة جوجل، جوجل العمو، جوجل الله يحفظه، تمام. تمام، معاكم الاندكس اللي هو المؤشر العام، معاكم ماركت كاب اللي هو رأس المال، انكم اللي هو الدخل، سيلز المبيعات، البوك فاليو اللي هو القيمة الدفترية لكل سهم، النقدية لكل سهم، التوزيعات، نسبة التوزيعات من قيمة السهم، عدد الموظفين، هل في اوبشن، هل قابل للبيع، توصيات المتداولين، ما عليكم منه. معنا بي اي، السعر مقابل العائد، السعر مقابل العائد المتوقع، السعر بالنسبة لمعدل النمو، السعر مقارنة بالتوزيع، مقارنة ب أو السعر مقارنة بالإيرنينج اللي هو العائد، مقارنة بنسبة نمو العائد اللي هو بي إي جي، السعر مقارنة بالمبيعات، السعر مقارنة بالقيمة الدفترية، السعر مقارنة بالنقدية، السعر مقارنة بالتدفقات النقدية الخالية، معدل السيولة السريعة، معدل التداول، معدل المديونية، معدل المديونية طويلة الأجل، هذا متوسط ال20 يوم، ما عليكم، أداة فنية، العائد على السهم الشهري، العائد سهم المتوقع يعني الحالي حتى الآن، العائد على سهم للسنة القادمة، العائد على السهم للربع السنة القادمة، العائد على السهم، نسبة نمو العائد على السهم لهذه السنة، نسبة النمو العائد على السهم للسنة القادمة، للسنوات الخمسة القادمة، للسنوات الخمسة الماضية، معدل نمو المبيعات بالنسبة للخمس السنوات السابقة، معدل نمو المبيعات من ربع سنة لربع سنة، معدل نمو العائد على السهم من ربع سنة لربع سنة، تاريخ توزيعات الأرباح. تعبت أنا، الموضوعات كثيرة، بس بشكل عام أظن هذه المعلومات يعني بمجرد أنك تفهم عن إيش أنا أتكلم، الباقي تعمل عليهم جوجل. تمام. طيب، في شيء أخير أحب أني أوصيكم فيه، أنه عادة عشان أنا أفهم في التحليل المالي فأنا أحوله دائما على شكل مخططات. هذا السبب حاولوا تستخدموا المخططات. مثلا معكم هنا باي، شوفوا هذا جزء من التحليل المالي. أنا أقارن في شركة معينة ما بين العقارات والآلات، ما بين الشهرة، وما بين المشاريع قيد التنفيذ، تمام. مثلا هنا أنا أقارن ما بين المخزون في شركة، الأرصدة البنكية طبعا، المدينون، الأرصدة مدينة أخرى، مبالغ مستحقة، إلخ. أقارن ما بين هذه البنود عشان أفهم بشكل صوري أكثر، عشان أفهم القصة. شوفوا، عشان نشوف رأس المال هذا الاحتياطي من رأس المال قليل،
الاحتياطي القانوني اذا كنا احنا نتكلم عن بنك، الاحتياطي العام، التجديدات، الارباح المحتجزات. شوفوا لما نشوف الموضوع بشكل صوري حيكون الموضوع اكثر متعب بالنسبة لنا. لهذا السبب حاولوا انكم تستخدموا الطريقة الصورية في تحليل المالي. لو تستطيعوا اذا كان معكم انجليزية جيدة حاولوا تحصلوا على ايش، على اكسل شيت فيه هذه الأمور جاهزة. ممكن أشارككم الخاصة بي إذا عدلت عليها بما فيها الكفاية إذا لقيت وقت. أوكي، بس بشكل عام لما نشوف الآن أمامنا يعني هذه الأدوات أو هذا الكم الجميل من المعلومات، كل ما أود أني أوضحه لكم هو دائما أعيد للمرة 1,000,020 أن التحليل المالي شيء مفيد جدا وجميل، ولا بد أنه كمتداول عربي أننا نركز عليه. وبالتالي يعني وهو شيء غائب بالنسبة للمتداولين في العالم العربي، احنا نغيب عادة في المجال الفني ولا نركز في التحليل المالي. لهذا السبب نوصيكم بالعودة للمجال المالي والقراءة عنه بقدر الإمكان. أتمنى لكم التوفيق. إذا كان معكم أي أسئلة أو استفسارات أخرى يمكن تطرحوها لي قبل ما أنهي المحاضرة. تفضلوا يا جماعة. أسئلة؟ ما فيش أسئلة واستفسارات، كله تمام. أوكي إذن اصبر. ها، على أي قناة؟ قناة نادي خبراء المال. لحظة أعطيك الرابط. لحظة. تفضل أستاذي. شهادة التحليل المالي معنا عدة شهادات، اللي أذكرها لكم CFA اللي هو Certified Financial Analyst، معنا CVA Certified Valuation Analyst، معنا CCVA CCVE، مليان مليان أسماء كثيرة، بس أشهرهم هو CVA الـ CFA والـ CVA. تمام، معاكم رابط اليوتيوب يمكنكم تشوفوا معايا محاضرة. لحظة، حاعطيكم رابط محاضرة سابقة من انها موجودة بالنسبة للتحليل المالي. دقيقة. اعطوني بس دقيقة فقط. من جد التحليل المالي هذا ويبنار قدمتونا من قبل. لحظة أعطيكم الرابط. انفتح الرابط عندكم يا جماعة. اوكي،
معكم هذا الويبنار انا قدمته تقريبا في كم عام 2014 او 2013، ما اذكرش بالضبط متى. تكلمنا فيه عن التحليل المالي ماليا ومجموعة من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. اتمنى انكم تستفيدوا منه، فهو يعني كل موضوع، لا السلع مش تحليل مالي، انت يمكن تحلل ماليا شركات التنقيب، الشركات التي تقوم بالعمل هذا، بس بالنسبة للسلعة نفسها لا، انت تتنبأ بالطلب والعرض الخاص فيها اقتصاديا يعني. ايوه، ماليا شركات بالضبط. اوكي، حاولوا تشوفوا الندوة الثانية اليوم عشان بس اجدد لكم العهد. الندوة اللي قدمتها سابقا تمام كان فيها اساسيات اكثر، يعني شرحتها ضمن الخيمة الرمضانية ضمن السنة السابقة، وتكلمنا فيها عن يعني مجموعة من المفاهيم الاساسية في التحليل المالي اللي لابد ان احنا نحصل عليها، يعني يعتبر نوع اساس جيد جدا، واخذت وقتي في شرحها. أتمنى أنكم تدخلوا وتستفيدوا منها. في أسئلة أخرى يا جماعة؟ أي أسئلة؟ هل من سؤال قبل أن ننتهي؟ يا الهول، كله كويس. الحمد لله، ولا يهمكم ولا يهمكم، أنا دائما بالخدمة. تواصلوا معي أي وقت وأنا لكم يعني سند بإذن الله. تمام، أنا زيكم زميل، ولكن يهمني استفادة للجميع. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله، ونراكم على خير بإذن الله.